شيخ جاسم نفخر بطارية، صار تاريخي ويشع ماضية، صار تاريخي ويشع ماضية. شيخ جاسم هذا رادود الحسين، وين نلقى مثله يا هالناس وين؟ بسيرته نبدي الحكي ونشرع منين؟ خادم حسين أوله وتاليه، خادم حسين أوله وتاليه، عنده روعة فائقة بفن الإنشاد، ماكو منشد ماثلة بكل البلاد، جاد للأطوار كلها بصوت جاد، مثل منشد ما قرأ القاعدية، مثل منشد ما قرأ القاعدية، لو قرأ القاعدية جمهوره يهيم، صوت عنده واسع وجدا رخيم، يل تريد تعرف تاريخ القديم، روح اسمعه زين باللطمي، روح اسمعه زين باللطمي، من قرأ هاي المسية بهاللحين، من قرأ هاي المسية بيا لحين، لحن خاص وبيه نغماتي الحزين، من تسمعه قليبك صوته يحين، عنده نبرة محزنة وثورية، عنده نبرة محزنة وثورية، من قرى دنياك عندك فاكرة، من قرى دنياك عندك فاكرة، هالقصيدة انحفظت بكل ذاكرة، تدري كم قاعدية ثورية قرأ مسجلة صوتية لو مرئية، مسجلة صوتية لو مرئية. شيخ جاسم اقرأ تاريخ النظيف، شيخ جاسم اقرأ تاريخ النظيف، رجن طبعه على المنبر مو خفيف، سنين يقرب صحن الحسين الشريف، كم سنة البيها قيرة الحاولية، كم سنة البيها قيرة الحاولية، بالموشح ما إلى أبدا نظير، بالموشح ما إلى أبدا نظير، وعلى نهج اليوم كم منشد يسير، شيخ جاسم منشد وقدره كبير، يبقى إن شاء الله عالي شانه ويعتلي يومي، يا الله عالي شانه ويعتلي يومي.